تزوج السيدة الشريفة الحسيبة خديجة عليها السلام، وكانت أول من أسلم، تزوجها صلى الله عليه وسلم وعنده 25 عاما، وهي كانت تبلغ من العمر 40، فهي أكبر منه في السن 15 عاما. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل العباس هل أنت أكبر أو محمد أكبر، قال هو أكبر لكنني ولدت قبله. فهي السيدة خديجة في السن بس، لكنها هي التي التمست البركة والفضل من سيدنا وتشرفت به ودخلت إلى نطاق سيدة نساء العالمين. قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4: مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، وآسية زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. فهذه 4 وصلنا إلى حد الكمال. السيدة خديجة كانت من أثرياء العرب، وكانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بعد الزواج، ورأت منه الكرم والحب والعطف والحنان والأمان، رأت فيه المثال الكامل، فكان خير زوج وخير أب. ولما مات أبناؤه لم يجزع، كنت ترى عينيه الشريفتين تمتلئ بالدموع ويقول إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول ما يغضب الله. فكان صلى الله عليه وسلم عنده الدنيا والآخرة على حد سواء، ليس بينهما شيء. لما تزوج النبي خديجة عليها السلام وأنجب منها أبناءه عبد الله والطاهر، ومات في الصغر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وبعد ذلك رزقه الله بإبراهيم فمات أيضا في الصغر عنده 2، ورزقه الله بالبنات زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة عليها السلام. وعليها السلام هذه واحد يقول لحسن يكون شيعي، لا، ده الإمام البخاري في البخاري يقول فاطمة عليها السلام. فاحنا فاطمة عليها السلام ليه؟ لأنها من الكمل، فاطمة وخديجة ومريم وآسية تقول عليها السلام، وليه؟ دي من الكمل. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة، ولما رزقه الله منها الولد لم يتزوج عليها، حافظ على الأسرة أبدا، من ناحية لأن في أسرة، ومن ناحية أخرى لشدة حبه لها، فقد كان يذكرها بخير حتى بعد وفاتها. وعائشة تقول مرة انتابني غيرة من خديجة، فتكلمت كلمة كده، قالت له ما بال هذه العجوز أو شيء من هذا القبيل. عائشة هي الوحيدة التي تزوجها رسول الله وهي بكر، والباقي كله ثيب بما فيهم السيدة خديجة. قال فرأيت وجهه قد تغير، وقال لقد رزقني الله منها الولد، كأنه عايز ايه يغيظ عائشة، ما دام بتغيظ خديجة وقفي عند حدك، لقد رزقني الله منها الولد وآوتني حيثما تركتموني وخذلتموني، وصدقتني حيثما كذبتموني وكذبني قومك. ما سكتش، الله ده راجل بيحبها بقى،
ما هي مش موجودة، دي منتقلة إلى الرفيق الأعلى. ما هو شاف كتير معاه، رأى جبريل وهو يدخل عليه ويقول بلغ خديجة من الله السلام وبشرها بأن لها بيتا في الجنة من قصب. من قصب ده لما البيت يبقى من قصب ده بمليارات، علشان نعمله من قصب ده هو نوع من أنواع يعني زي السوفت ستون كده، يعني حاجة حلوة من قصب لا تعب فيه ولا صخب، حتة هادية كده وعلى ربوة وفي قصر منيف، ده بيت خديجة في الجنة. فقالت عليك وعليه السلام، عليك وعلى جبريل السلام. فأخذ الناس إنه لما حد يبلغك سلام ويقول لك فلان بيسلم عليه، قم تقول عليك وعليه السلام. هذه الكلمة بتاع سيدتنا خديجة اللي قالتها لسيدنا وهو يبلغ سلام الله عليه، السلام عليه. طب لما ربنا بيسلم عليها ده حاجة بقى تانية، ملناش تدخل بقى، دي حاجة